السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حيا الله جميع، معكم اخوكم عبد الله من قناتكم قناة توبز. اخوان طبعا حبينا اليوم نرجع لكم سلسلة قصص عبد الله لان قطعنا عنها صار لنا اسبوع. القصة الأولى يا إخوان، في ثلاثة أخويا كانوا شغلتهم يعني في الحياة أنهم يروحون يقيمون ثلاجات التبريد. تمر عن بقالة مرات تشوف فيه شاحنة، الشاحنة تفتح فيها ثلاجة فيها يعني مشروبات أو فيها عصائر، يعني توقع صادق الفكرة. في ثلاثة من الأخويا ذولي وقفت شاحنة ويبغى يخشون يقيمون الثلاجة اللي موجودة داخل الشاحن عشان تضيف لمعلوماتك. الثلاجة اللي تكون داخل الشاحنات هذه يا إخوان تكون طبعا مجمدة، بحيث أن مثلا لو جابت دجاج مجمد أو جابت مشروبات أو عصائر تحافظ على درجة برودتها وما توصل وهي مش محافظة على البرودة حقتها، فلازم تكون بالغ. فيوم وصلت الشاحنة وجو الثلاثة ذول يبغون يقيمون الثلاجة ويقيمون مدى تبريدها داخل هذه الشاحنة، دخل واحد منهم يا اخوان فتح الثلاجة مع الورقة والقلم يبي ايش يقيم الثلاجة اللي في الشاحن هذه. الاثنين من اخويا راحوا يقيمون الشاحنات الباقية، وهو هذا الرجال دخل يقيم الثلاجة اللي في هذه الشاحنة. فاول ما فتح الثلاجة يبغى يقيس البرودة ويحس يعني بالبرودة عشان يسجل الملاحظات بدقة وبكل عناية. دخل الرجال داخل الثلاجة، سكرت يا اخوان عليها الثلاجة وهو داخل قاعد يطق في الثلاجة، يا الخير يا لجوي يا لجوي. حاول ان اي احد يسمع من اخويا من برا او انه يسمع اي عامل يفتح له الثلاجه ويطلع، لكن للاسف لم تزبط معه. الرجال يعرف ان الثلاجه دائما تكون بارده، والرجال دائما حاط في باله بحكم شغله وبحكم طبيعه عمله ان الثلاجات اللي تكون بالشاحنات دائما تكون درجه برودتها عاليه. طبعا الشاحنه يا اخوان بعد ما تم تقييمها راح تخوض رحلة مسافتها ما تقل عن 12 ساعة لين توصل للمكان المحدد لها. والرجال طبعا معه ورقة ومعه القلم أساس يقيم الثلاجة. فالرجال الحين داخل الثلاجة قاعد يكتب الأشياء اللي تصير معاه بعناية، بحيث أن لا قدر الله صار له شيء أي أحد يفتح الثلاجة يقدر يقرأ الورقة المكتوب. وزي ما تعرفون إخوان إنسان طبيعي بشري زي زيك ما يقدر يقعد في منطقة أو في فريزر أو في ثلاجة نص ساعة ساعة بالكثير، ما يقدر يتحمل لازم يطلع، فما بالك ب 12-13 ساعة تكون في داخل هذه الثلاجة ومسكر عليك. وبعد ما مشت الشاحنة وأخذت تقريبا نص إلى ساعة، الرجال بدأ تحس أن يده بدأت تتجمد، أطرافه بدأت أنها يعني مش زي الحالة الطبيعية، فبدأ يكتب هذا الشيء أن الآن أنا أطرافي تتجمد. كمل الطريق الرجال، مر وقت شوي برضو كتب نفس الشغلة لرجوله، رجوله بدأت تتجمد، أطراف الرجل بدأ ما يحس فيها، فبدأ يكتب أن الآن أنا رجولي ما بديت أحس فيها. إلين وصل المرحلة يا إخوان أن جسمه كامل ما يحس فيه، وكتب هذا الشيء أن أنا الآن ما أشعر بجسمي كامل. وبعد الرحلة الطويلة هذه وصلوا إلى المكان المحدد اللي مفروض الشاحنة تروح لها عشان يحملون فيها بضاعة ويحملون فيها منتجات ترجع لنفس المكان اللي هما جوا منه. فيوم فتحوا هذه الثلاجة لقوا الرجال ميت. بعد ما لقوا الرجال ميت، التحقيق والجهات المعنية كل أخذ مجراه وبدأ يحقق في الموضوع وبدأ يحقق مع راعي الشاحنة وبالثلاجة اللي هي معه. بعد التحقيقات إخوان وأخذ الإجراءات اللازمة، اكتشفوا إخوان أن الثلاجة أساسا ما هي شغالة من فترة وأن لا هي باردة ولا شيء. الرجال إخوان مات بسبة الوهم أو بسبة الوسواس. الرجال حاط في باله أن الثلاجة باردة، تبرد أطرافي، الثلاجة بتوديني إلى الموت لأن أنا أكيد وطبيعي راح أتجمد وراح أموت من البرد. فالعقل عطاه صورة أن أنت إذا قعدت في مكان بارد أو أنك أنت إذا خيل لك المكان هذا أن مكان بارد أن أطرافك راح تتجمد وإذا قعدت في فترة طويلة راح تموت. الوهم إخوان ممكن يسوي أشياء أكثر من كذا، يعني ممكن أنت تمشي في المطبخ طفي اللمبات، لما تمشي تشرب موية عرفت، نزل موية طفي اللمبات تمشي، الوهم والعقل يخيل لك أن في أحد قاعد يمشي وراك، فأنت طبيعي تبدأ تلتفت، طبيعي تبدأ تركض تصعد الدرج بسرعة عشان ما يجيك لأن تحط ببالك أنه هو يلحق من الأساس. فهذا شيء إخوان دائما يصير في حياة وإحنا للأسف إخوان ما نتحكم فيه، فنخلي الوهم يسيطر علينا إلين يودينا لحالات خطرة مثل حالات الموت. قصة ثانية يا إخوان، هذا هتلر عند ثلاثة من الجنود حب انه يعاقبهم او حب انه يقتلهم. كانت طريقة العقاب جمع ثلاثة جنود وقال لهم انكم راح تخشون هذا السجن، راح يخش عليكم انبوب، الانبوب هذا فيه غاز سام، مجرد انك تستنشق هذا الغاز لمدة ثلاث ساعات راح تموت. ودخلوا وهذول الثلاث، طبعا الثلاث هذول خلاص يعني الموضوع انتهى، يعني ما تقدر تتفاهم ما تقدر تسوي اي شيء، وعرفوا انهم ما راح يطلعون من هذا السجن الا وهم متوفين. بعد ما دخلوا الثلاثة في خلال ساعتين رجعوا يشيكون على اللي داخل هذا السجن ايش صار معاهم. لقوا واحد يا اخوان بين الحياة والموت، واثنين توفوا خلال ساعتين، والمدة المتوقعة للوفاة
من هذا الغاز السام هي 3 ساعات. لكن للأسف يا إخوان الغاز اللي حطوا له هو غاز طبيعي وما يسبب وفاة ولا يسبب أي حالات خطر. العقل يا إخوان هو المركز أو الأساس أو الأم زي ما يقولون في جسم الإنسان. إذا أخذ فكرة أو إذا أخذ انطباع معين راح تمشي عليه باقي الأعضاء وباقي الأطراف. فهم دخلوا هذا المكان وحطوا في عقلهم إن إيش راح نموت بعد 3 ساعات وإن هذا الغاز اللي طالع غاز سام وهو أصلاً غاز طبيعي. لكن العقل لا، أوهمك بشغلة ممكن توديك بحالات جداً خطرة زي ما صار معنا في الستين. أبداً لا تخلي أفكار غبية أو اعتقادات باطلة تسيطر على عقلك وتخليك تسوي شغلات غبية ممكن تندم على نتائجها بعدين. أصلاً ما في وقت إنك تندم لأن أصلاً ممكن تموت يعني زي اللي. إلى هنا يا إخوان وصلنا لنهاية المقطع، أتمنى أن قصتين عجبتكم، وإذا عجبتكم يا إخوان لا تنسوا تسوي لايك يعني لأن لايك يعد اسمه إعجاب فيعني عجبك المقطع. وحساباتي يا إخوان في مواقع التواصل الاجتماعي راح تلقونها تحت، تويتر وإنستغرام سناب شات ميوزيكلي. تاكل ميوزيكلي غريب صح؟ حاطه بعد أيه. أول مرة قول لهم الباء وش يعني باء؟ فا يا إخوان زي ما اتفقنا دعم إخوان ترى بدا ها يعني احنا 160,000 مشترك لايكات 5000 ايش المشكله؟ ايش المشكله؟ قلنا نبغى نوصل لايكات اكثر كذا مقاطع نبي نوصل مقاطع اكثر نبي نوصل لايكات اكثر من مقاطع نبي نوصل لايكات يا هذا كان كل شيء، اشوفكم على خير، مع السلامه.